تحياتي لكل عم بتابعوني عبر موقع الفن، ووصلنا لعند فقر التوافق الأبراج مع بعضها، وكمان وصلنا مثل ما قلنا عند مولود برج الدلو. إذا كان طالعك أيها المولود مولود الدلو، إذا كان طالعك بساعة الميلاد الجدي، أو إذا كان قمرك بالجدي، شو ناطرك بالأسبوعين الأخرانيات من شهر تموز وبشهر أب؟ هيدا المولود رح يكون في عنده تصالح عاطفي، تصالح مع الشريك، ولكن عملية التجاوب بين الطرفين ما رح تكون جيدة، وكمان في أحداث وتطورات بانتظار الطرفين. ونصيحتي لكم، ما تفوتوا بتراكمات الماضي إذا كنتم متمسكين ببعضكم، والأغلبية منكم ما حابب يخسر علاقته العاطفية. اضلكم بألف خير، وباي باي.